اهلا وسهلا بكم اصدقائي. اليوم راح نبدي رحلتنا من نانا. اليوم ماكو لا مطبخ ولا طبخ ولا وصفات. اليوم عندنا سياحه. راح بعد شويه اروح اصعد هذه الباخره دالين كوين ملكه البلطيق. اسم هذه الباخره راح تتوجه الى ميناء تالين. نبقى هناك يوم واحد ونرجع. امشوا وياي الرحله لنشوف تالين مع بعضنا. هسه انا متوجهه الى الباخره. هلو ثانك يو ثانك يو. الممر اتجه به للغرفه او الهيت. كل هذه هيتات غرف على الارغام. دا صور حسب برا الباخرة مكان التراس اسمه أو البالكون بالباخرة. ممر طويل. هذه قوارب النجاة. هنا هذه هي مقاعد بس نفس الوقت بها النجاة إذا لا سامح الله على غرق الباخرة. هذه ستر النجاة اللي يستخدمها الركاب فوق. أيضا أكو طبعا كل الممرات من برا كلها من هذه متوفرة بها. كل واحد بها ليفت جاكيت 28 واحد كل وحدة. وهذول الفوق بها كل واحد ليفت جاكيت 21. سدنا اتجه لنا بعد فوق قارب النجاة نوعية أخرى. هسه أشوف لكم إياها. عدة أنواع أكو ما مقتصرة على نوع واحد. هذا واحد هذاك الفوق واحد. أكو من عندهم كل يعني عدد كلش كبير بالباخرة. هذا يوسع 10 أشخاص. هذا اللي دا تشوفوه. هذا أيضا قارب نجاة. هذاك الفوق يسع 150 شخص. خلينا نشوفه من هنا صور. كبير كثير. طبعا هذا القعر مالته 150 شخص يسع. هذا البحر اللي راح ننطلق. هذيك باخرة من طلق واحنا وراها بعد قليل. جولة داخل الباخرة. ايضا اكو محلات هنا على الريسبشن للعطور والبرفانات. خلنا نلقي نظرة على البرفان. الكل يحب البرفانات يعني اولهم. طبعا كلها ماركات بس مو رخيصة. مثل هذا العطر هذيك المرة اشتريت. مرة كانوا خالي رخصية هذا العطر ويا الشاور كريم والثلاث انواع كان برفان وشاور كريم وما اتذكر بالضبط ثالث شي شنو كان. أخذته بسعر شيشة واحدة من العطر من هذه. شوفوا السعر. هذا طبعا بالإيبرو اليورو مو رخيص السعر. أقرب الكاميرا عليه. هذا سعره مو رخيص بس كلها ماركات. شوف الجوجي هذا جميل. السعر مالته هذه الشوشة الصغيرة سعرها 77 يورو. هاي الشوشة الصغيرة. هذه جوجي غير نوعية بعد التخفيض صايرة 59 يورو. محل البرفانات واحد من يدخل بيه ما يريد يطلع. يريد يشتري كل البرفانات الموجودة.
هذه للأطفال هدايا. المكياجات كريمات النهارية والليلية سريع لأنه أكو بعد هواية أماكن أريد أكتشفها وياكم أشوف لكم إياها. أحيانا تكون الأسعار يعني مناسبة مسوين تخفيضات 30% أو 50% على أسعار. هنا قسم البرفانات الرجالي تلقائي. هسه احنا في داخل الباخرة، هذا مكان للتسوق شراء الملابس. هنا اكسسوارات نسائية، حقائب، هنا ملابس أطفال. هذا محل هدايا ولعب الأطفال. أوكي. نعم هذا اللي يحب يأخذ شيء للذكرى يشتري يأخذ وياه. كل هذه هدايا. أشياء تحف. هذا حلو. هذه للزبد. هذه للعسل. معالق، مغارف من خشب. هذه رائعة. هذه لعب أطفال اللي عنده أطفال وياه يريد لعبة يشتروا له أو يحب أحد يشتري الأقرباء أطفاله هدايا منه ياخذ. اكسسوارات البنات احنا متوجهين الى مكان الاطفال يلعبون به. هنا الاهالي قاعدين، هذا المكان الخاص الاطفال يلعبون به.
هذا المكان يسموه كيدز كلوب، مكان الأطفال يلعبون به أيضا عدا هذاك المكان الأولاني اللي شفناه. هنا عوائل الأهل يقعدون بينما أطفالهم دا يلعبون هنا بالوسط، طاولة صغيرة للأطفال اللي يحب رسم، ألعاب للأطفال، كرات، أحيانا يجيبوا لهم فرقة يخلون الموسيقى يستمتعون. أشياء كثيرة موفرة للأطفال. التلفزيون خالي لهم، طبعا قاعة كبيرة اهو. كافيه طبعا بعدها متوقفة الباخرة ما متحركة. ندخل هذا المكان بيانو بار، مكان للاسترخاء واستماع الموسيقى. مكان جميل هادئ. متجهين على المطعم، بعد مقفول بعده لي ساعة 7 ينفتح باب المطعم. طبعا بس محضرين الموائد كلها جاهزة. هذا يسموه جريل هاوس. هسه نصور من برا شوية. عندنا سوق الفرة بعدهم بعد مغلق المحل. نجي مرة ثانية من ينفتح غرفة الألعاب الباكرة. هذا مسرح لأنه عندهم عروض جميلة جدا. كل شيء موجود بالباخرة، مسارح، كازينوهات، مطاعم، كافيهات،